العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور ومديريات الشرطة بالمحافظات ودوريات النجدة جملة من البلاغات تتعلق بتداعيات موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البحرين صباح اليوم. وتنوعت البلاغات ما بين تعطل مركبات وإشارات ضوئية وسقوط أشجار ولوحات إعلانية وتجمعات لمياه الأمطار، فيما تؤكد المعلومات أن هذه الوقائع لم تسفر ولله الحمد عن أي خسائر بشرية. تعامل الدفاع المدني مع أكثر من 105 بلاغات مساعدة وإنقاذ منذ بداية موجة الأمطار الغزيرة، وتنوعت البلاغات بين سقوط أشجار ولوحات إعلانية ومظلات وسحب مياه الأمطار ودخول المياه إلى بعض المنازل، بالإضافة إلى أخماد حريق اندلع بمحول كهربائي بأحد المنازل في المنامة والحيلولة دون انتشاره، والتعامل مع واقعة سقوط سقف معدني لغرفة على سطح أحد المنازل في منطقة عالي. ولله الحمد ما ساعدنا على ذلك العمل في الاحترافية أن هناك خطة مسبقة من الإدارة العامة للدفاع المدني لمواجهة أي طارئ مثل الطارئ اللي حدث اليوم. أبرز البلاغات اللي تلقيناها اليوم هي تجمع مياه الأمطار في نفق بوري وشارع تم الاستعانة في الفرقة البحرية اللي بدورها جات المواقع وأشرفت على سحب المياه من خلال المضخات. أيضا تلقينا بلاغ هو سقوط سقف في منزل في منطقة عالي، وبعد من أبرز البلاغات كان هناك حريق في منزل بسبب التماس كهربائي من مياه الأمطار. وأخيرا تلقينا العديد من البلاغات لإنقاذ ناس محشورين داخل سياراتهم في مختلف مناطق البحرين من مياه الأمطار. كما باشرت دوريات النجدة عددا من البلاغات منها سقوط أشجار ومواد أخرى وتعطل إشارات ضوئية وسيارات عالقة. باشرت إدارة العمليات حوالي 213 بلاغ لحد الآن، وعليه تم توجيه الجهات المختصة ومتابعتها إلى حين انتهاء هذه البلاغات. وباشرت دوريات النجدة عدد من البلاغات وأهمها سقوط أشجار في الشارع إزاحتهم من على الطريق، كذلك أعمدة إنارة وتعطل سيارات بسبب انقمار المياه عليها. وننصح جميع المواطنين والمقيمين في حال حدوث هذه التغلبات الجوية مرة ثانية أن يتصلون حق مركز تلقي البلاغ 999 وبنقوم بالواجب إن شاء الله. ومن جهتها باشرت الإدارة العامة للمرور 34 بلاغا عن تعطل مركبات وحوادث مرورية بسيطة وتعطل بعض الإشارات الضوئية، حيث عمل رجال المرور على تغطية مواقعها والتحكم بها يدويا لحين إصلاحها من قبل المختصين، وذلك بالتعاون مع مديريات الشرطة بالمحافظات ودوريات النجدة لتأمين سلامة مستخدمي الطريق. كما قامت الدوريات بتنظيم الحركة المرورية في بعض الطرق التي شهدت تجمع مياه الأمطار، بالإضافة إلى تحويل الحركة المرورية في بعضها لحين قيام الجهات المختصة بسحب المياه. في إطار التعامل مع تداعيات موجة الأمطار الغزيرة، تهيب الإدارة العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين الكرام بضرورة أخذ الحيطة والحذر وقطع التيار الكهربائي عن المنزل عند تسرب المياه بداخله، ومن ثم الاتصال بالدفاع المدني، بالإضافة إلى تجنب الوقوف بالقرب من أعمدة الإنارة والحذر من الأسلاك المكشوفة والابتعاد عن أماكن تجمعات مياه الأمطار واتباع إرشادات السلامة العامة الصادرة في هذا الشأن مع تمنياتها بالسلامة للجميع. وكانت